ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هناخد تريشر ايلاند، ودي القصه المكرره على الصف الاول الثانوي. هناخد اول شابتر، ما تقلقش، عامه القصه جميله جدا وبجد والله هي لطيفه يعني، فما تقلقش منها. حتى الاسئله بتيجي اخر السنه، مش معتمده بقى ان انت هتقعد تحفظ وتصم والكلام ده، لا لا لا، مفيش الكلام ده. هو مجرد بس once انت فهمت الموضوع بيدور على ايه، هتبدا تكتب بطريقتك وتعبر برايك على اللي انت فاهمه، وان شاء الله تاخد درجه كامله يعني، ما تقلقش. تعالى كده نعرف اول حاجه اصلا هي ايه، هي جزيره الكنسز دي، وهي اصلا بتتكلم عن ايه. بصوا يا جماعه، هي عامه كده هي ادفنتشر ستوري، هي قصه فيها مغامرات كتير، واللي بيحكيها لنا الناريتور بتاعها الراوي اللي روى القصه دي هو واحد اسمه جيم هوكنز. يبقى انا اول واحد عندي هو اللي بيحكي لي القصه دي كلها، يعني هو اللي بيقول لك انا شفت وحصل وحصل، وهو اللي بيحكي لك كل الاحداث اللي فيها، اسمه جيم هوكنز. طب ده كان كبير ولا صغير؟ ده كان يونج بوي، كان صغير اصلا في السن، كان شاب كده، وهو اللي بيحكي كل حاجه. فتعالى كده نحكي سوا ونشوف ايه اللي حصل. اول حاجه بيتكلم جيم وبيقول ان انا بابايا كان عنده ان. ايه هي الان دي؟ الان دي يا جماعه وكانها هوتل على صغير كده، بيبقى موجود على الطريق وبيكون صغير، ما بيكونش شبه الهوتل فيه اوض ياما والكلام ده، لا بيكون حاجه صغيره. فهو كان اون بيمتلك الان دي، والان دي كان اسمها ادميرال بيمبو. كان اسمها ايه ديت؟ كان اسمها ادميرال بيمبو. فاول حاجه عرفنا على شخصيه، وهي شخصيه بابا اللي عنده الان، وهما كلهم يا جماعه قاعدين في الان. اذ يفاجئوا مره كده من المرات داخل عليهم راجل، والراجل دوت كان شكله عامل ازاي؟ كان طول طويل، وكمان سترونج مان، وكان شكله راجل قوي. طب ايه الهدوم اللي لابسها؟ كان لابس اولد بلو كوت، كان لابس معطف، والمعطف دوت كان شكله قديم كده ولونه بلو. مش كده وبس، ده كان عنده سكير اون هيز فيس، كان عنده ندبه كده يا جماعه، او ايه، شبه غره كده على وشه. فاول ما الراجل ده ما دخل الان، الناس كلها ايه يعني لفت انتباههم، والناس كلهم بدأوا يركزوا معايا. فضل يبص ويتجول في المكان كله، وبعد كده بص وقال لا، عجبني المكان، انا هفضل قاعد فيه لانه بالنسبه لي كويت وشكل مريح، فانا هفضل قاعد عندكم في الان بتاعتكم. فهو كان رايه في الان ان هي كانت كويت، وقال ان هو ويل ستي ان ات، هيفضل قاعد فيها. الراجل ده كان داخل لوحده، هو كان داخل لوحده بس كان ماسك معاه لارج وودن بوكس، كان ماسك معاه صندوق خشبي كبير، محدش عارف اي حاجه ايه اللي موجود فيه. بعد كده يسألوه انت اسمك ايه، فيقول لهم، هيفضل ساكت ومش هيرضى يتكلم ولا هيقول اسمه، ولكنه هيقول لهم انا عايزكم تقولوا لي او تنادوني باسم الكابتن. يبقى تاني الراجل الطول والسترونج مان ده اللي كان لابس اولد بلو كوت وكان عنده سكير على الفيس بتاعته، دخل ان وقال عليه كوايت، وقال ان هو هيفضل قاعد فيه. كان داخل لوحده، كان داخل ومعاه لارج وودن بوكس. الراجل دوت مرضاش يقول اسمه الحقيقي، ولكن قال الناس كلها ممكن تقولوا لي باسم الكابتن. طب لما دخل الان دي يا ميس اميره، دفع لي بابا جيم، دفع له قد ايه؟ دفع له من 3 ل 4 جولد كوينز كده، وقال لهم ايه، انا مش عارف انا هفضل قاعد عندك في الان دي قد ايه، ولكن خد الفلوس ديت، ولو عوزت فلوس تاني انا ساعتها، او قعدت يعني وقت اطول ساعتها هبقى اطلع لك فلوس اكتر. طيب بيقول لك ديسكرايب الراجل دوت، وكان بيقضي يوم ازاي، وكان هو ايه. الراجل ده كان كوايت، كان هادئ، وكان حياته كلها هدوء يعني. كان بيطلع من الصبح كده يقضي كل الوقت بتاعه على البيتش على الشاطئ، هو spend his day على البيتش and asks، دايما اول ما بيرجع تاني لان بيبدا يسال، مفيش اي حد من واحد شكله بحاره كده او من البحارين جاي يسال عليا. فكان دايما asks about اي سيلرز جاي يسال عنه. بالاضافه لكده كان دايما يقعد معاهم بالليل الناس اللي ساكنين في الان، ويبدا تيل ستوريز، يحكي لهم شويه قصص. القصص بتاعته كانت كلها مغامرات وكان ليها علاقه بالبحار. جيم كان بيحب يسمع جدا القصص بتاعته. طب بابا جيم كان ايه موقفه من الراجل ده؟ هو قعد عنده فتره طويله، هو قعد عنده فتره. طب الثري من الثري والفور كول جولد كوينز ده يا جماعه اللي هو عطاها لهم، هل يا ترى قضت؟ قال لك لا طبعا، هم كانوا عملات شويه صغيرين جدا، هو قعد وقت اطول وكان بياكل وبيشرب وعايش حياته. طب بابا جيم طلب منه؟ قال لك لا، بابا جيم مرضاش، اهو ده بابا جيم يا جماعه، مرضاش يطلب من الكابتن اي فلوس. طب ليه؟ قال لك هو كان بيخاف منه، كان بيقعد يحكي الحكاوي اللي كان بيحكيها كانت غريبه شويه، فهو كان بيخاف منه، عشان كمان هو شخص طول كده وسترونج في نفسه، فهو كان بيقلق منه، فكان بيخاف ان هو يطلب منه اي فلوس الصراحة. طيب فبيقول لك نقول هنا ايه بقى، ان جيمس فادر didnt دير، ما كانش بيجرؤ تو اسك هيم ان هو يطلب فور مور ماني، ما كانش قادر يطلب منه ان هو عايز فلوس زياده. طيب
بعد كده بنكمل كلامنا وبنقول ان في مره في المرات واستاذ الكابتن طالع قاعد على البيتش على الشاطئ والناس قاعده في القناة عادي الصبح، مره يفاجئ ان يدخل عليهم واحد، والراجل ده كان سن رفيع، كان بيل فيس، كان شكل وشه شاحب كده، وعنده بس 3 فينجرز، كان عنده بس 3 صوابع يا جماعه في الليفت هاند في ايده الشمال. يبقى ديني الراجل ده داخل عليهم مرة كده، واحد في الان كان سن رفيع شكل وشه شاحب وكان عنده 3 فينجرز بس في الليفت هاند. طب يا جماعة هما كلهم شكلهم مشوه كده، شكلهم غريب، محدش فاهم في ايه اللي حصل لهم. فالراجل ده يا جماعة اول ما دخل هناك المكان بتاع الان، راح وقف عند المكان اللي بيقعد عنده دايما الكابتن اللي موجود في الان، وبص كده على الحاجات بتاعت الكابتن وقال هو في واحد هنا ساكن عندكم اسمه بيل؟ الحاجات دي مش غريبة عليا، الحاجات دي شكلها بتاعت بيل. طلع جيم وباباه وكلهم الناس كلها بتقول مين بيل ده، معندناش حد بالاسم ده هنا اصلا موجود في الان. فبدأ يقول لهم مواصفات الراجل بيل، فلما كلهم سمعوا المواصفات قالوا المواصفات دي مش غريبة علينا، المواصفات دي فعلا موجودة في. هو قال لهم ايه طب في المواصفات؟ قال لهم في راجل طول وسترونج وعنده سكير على الفيس بتاعته، عنده ندبة كده على وشه، عندكم الراجل ده؟ فالكل بص وقال لا ده احنا ما عندناش. اه عندنا بس ما اسموش بيل، هو اسمه الكابتن. فراح فضل قاعد، طب خلاص انا هستنى الكابتن دوت او بيل او عامة اي مسمى لغاية ما يرجع من بره. وبالفعل اول ما قعد استنى لغاية ما رجع، بالفعل هيرجع الكابتن من بره، واول ما هيشوفوا بعض سلامات واحضان وحبيب قلبي وروح قلبي وعامل ايه وحشني ومش عارفه ايه، وهيخشوا الغرفه بتاعه الكابتن ويتكلموا. ايه ده يا ميس اميره؟ معنى ذلك ان اسم الكابتن الحقيقي هو بيل. يبقى تاني يا جماعه كابتن اسمه الحقيقي هو بيل، والنهارده بنعرف كلنا ان الكابتن دوت الاسم اللي هو قال للجميع نادوني بيه هو اسمه الحقيقي بيل. طيب الراجل اللي دخله ده كان اسمه ايه؟ هو اول ما الكابتن دخل وشاف الراجل اللي مستنيه قال له حبيب قلبي يا بلاك دوج عامل ايه؟ والله ليك وحشه. حبيب قلبي بلاك دوج دي هنا مش شتيمه، هو مش بيشتم ويقول له يا بلاك دوج، لا يا جماعه هو ده كان اسمه. يبقى تاني الكابتن طلع بيل، وصاحبه اللي كان رايح مستنيه طلع اسمه البلاك دوج، الراجل اللي عنده ايه 3 فينجرز 3 اصابع، اما فعلا بلاك دوج بحق. طيب هنا بقى يا جماعه هيخشوا الاوضه بتاعه بيل او بتاعه الكابتن مهما كان، وهيبدأ هما الاثنين يتكلموا مع بعض، محدش عارف الحوار اللي هيدور بينهم، ولكنهم هيسمعوا بصوت ضرب وخناق واسلحه وحاجات غريبه. هيطلع هنا يا جماعه ان بيل هيشتد الكلام مع بلاك دوج، وبيل يا جماعه هيسحب على بلاك دوج سيف، وهيطلع سورد سيف من معاه وهيسحبه على بلاك دوج، وهيبدأ هما الاثنين يمسكوا ببعض. بيل مش هيسكت طبعا، بيل معاه اسلحته وحاجاته في الغرفه، لكن بلاك دوج ما كانش عامل حسابه على حاجه، فبيل طلع السورد و هجم على بلاك دوج وعوره وخلى دم ينزل من دراعه. طب بلاك دوج طبعا لو فضل قاعد في الغرفه بتاعت بيل ده هيموت، فعمل ايه؟ اخد بعضه وطلع يجري من الان. ومين طلع يجري وراه؟ بيل طلع يجري وراه. دول شايفين يا جماعه هنا كانوا حبايب واصحاب، سبحان الله هنا رفع عليه السورد وقال له والله لا اقتلك لان لا انت النهارده. فبلاك دوج هياخد بعضه ايه ويجري طبعا يا مجدي، وهياخد بعضه ويفر من مكانه. طيب بعد ما خلصت المعركه ديت كلها بيل قعد يجري وراه ما لحقوش. المهم بيل رجع الان بتاعته تاني، بس بيل يا جماعه بيحكي لك جيم ويقول لك ان بيل اول ما رجع الان تاني حس ان هو تعبان، وحس كده ان هو تعبان، وبعدين مره واحده لقيناه ان هو في الاوفر. يعني ايه في الاوفر؟ وقع على الارض. في نفس الوقت بابا جيم كان تعبان جدا، في نفس الوقت اللي وقع فيه بيل على الارض او الكابتن على الارض. بابا جيم كان تعبان جدا وجابوا له دكتور اسمه دكتور ليفزي، كان اسمه دكتور ليفزي. دكتور ليفزي دوت كان جاي عشان بابا مين؟ عشان بابا جيم. في نفس الوقت لقى ان بيل تعبان واغمى عليه، فروح كمان عشان يكزامن مين؟ بيل. بس يجي لك في السؤال بتاع الامتحان مثلا، هيا ترى دكتور ليفزي كان رايح مخصوص عشان بيل؟ تقول له لا، هو كان رايح عشان جيمز فادر، ولكن لما لقى ان بيل فيل اوفر او اغمى عليه او فنتد هو اكزامند راح فحص بيل. طيب المفاجأة ان بعد ما هو كشف عليه هنلاقي ونكتشف ان حالة بابا يا جماعة جيم هتشتد جدا، وبابا جيم هيموت في اول كاركتر، اول شخصية النهاردة معانا بتتوفى. طيب اللي هو مين؟ بابا جيم. يبقى احنا خدنا اصلا كام شخصية كده من اول ما دخلنا؟ تعالى نفتكر تاني مع بعض سريعا. اول حاجة قلنا جيم هو اللي بيقرأ لنا القصة، وبعد كده عرفنا على جيمز فادر بابا اللي عنده الان، دخل عليهم واحد كده شكله سترونج وطول، وده كان اسمه قال لهم قالوا لي قولوا لي وي الكابتن. الكابتن عرفنا بعد كده ان هو اسمه بيل، عرفنا ان هو اسمه بيل من صديقه اللي دخل عليه اللي هو اسمه بلاك دوج. بلاك دوج ده اللي طلع جبان وخد بعضه وطلع يجري بسبب ان هو اتعور. مين اللي عوره بعد ما اخدوا بعض يا جماعه بالاحضان؟ بعد كده بيل هيرفع عليه ايه السورد وهيعور مين؟ بلاك دوج.
طيب وقلنا بعد كده ان بيل هيغمى عليه، بس بعد كده دكتور ليفزي هيفحصه ويقول ان هيدي شويه ادويه يعني وهيبقى كويس الحمد لله، ولكن بابا جيم هو اللي هيتوفى. طب يا ميس اميره، جيم صغير، مين هو اللي بقى يعني ايه هيدير شؤون الان كلها؟ ماما جيم، لان جيم كان مامته وباباه الاثنين موجودين، تمام كده. طيب تعال نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. افتر ويك، بعد اسبوع بالظبط، دخل شخص بلايند مان، راجل يا جماعه كان اعمى، دخل عليهم، وده واحد جديد دخل عليهم. عايز مين؟ عايز برضو الكابتن. المهم سأل عليه والكابتن طلع له، ولما هيتقابلوا مع بعض البلايند مان ده يا جماعه هيديه حاجه في ايده. جيم بيحكي وهيقول ان بعد كده عرفت ان هي هيديه ورقه في ايده. طب الورقه ديت يا جماعه مكتوب فيها ايه؟ جيم بيحكي لنا وبيقول لنا ان انا سامع الكابتن وهو بيقرا اللي جوه الورقه وبيقول ان انت اخرك معايا الساعه 10 بالليل. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الورقه هي اللي بتقول كده. يبقى البلايند مان دوت سلم الكابتن، راح له عشان يسلمه بيبر في ايده، البيبر دي فيها كلام، الكابتن قرا وقال ان البيبر بتقول ان اخرك معايا الساعه 10. مين اللي قال كده؟ الورقه. طيب بعد كده يا جماعه لقينا البلايند مان ده هيسيبه ويمشي. بعد ما هيسيبه ويمشي هيكتشفوا ان بيل هيقع على الارض ويموت. اللي حصل ما بين الكابتن والبلايند مان محدش عارف، ولكن بيل هيقع على الارض وهيتوفى. يبقى احنا معانا دلوقتي ان الكابتن توفى، يبقى انت معاك تاني كاركتر بيموت. الف بركه، الحمد لله، كاتبه لك البقاء لله يا جماعه. طيب اللي حصل يا جماعه دلوقتي ان مين متدبس؟ جيم ومامته. خلي بالكم ان كده مفيش راجل معاهم في الان، وهم مامته وجيم الاثنين قاعدين لوحدهم. فتخيل في واحد ولا نعرف له اهل ولا نعرف له بطاقه ولا نعرف له ارقام تليفون حد ولا اي حاجه خالص، توفى عندنا. طب الراجل ده هندفنه ازاي واحنا ما نعرفش مين عيلته ولا حد يجي يستلمه ولا اي حاجه؟ فهم كده واقعين في فرده كبيره. فهيعملوا ايه؟ هيروحوا للقريه اللي هم ساكنين فيها وهيبداوا يتكلموا مع اهل القريه ان مفيش اي حد يساعدهم، وان الراجل ده مات وما يعرفوش اي حاجه عن عنوانه ولا اي حاجه خالص اثبات هويه ليه. ده احنا حتى ما كناش نعرف يا جماعه اسمه الحقيقي ايه، ده احنا عرفناه بالصدفه. فطبعا حاولوا الناس اللي هم في الفيليج كل واحد يقول اه خلاص احنا هنساعدك احنا هنساعدك، ولكن كان مجرد كلام ومحدش فيهم فعلا ساعد، ولا جيم ولا مامته. طب جيم ومامته يعملوا ايه؟ مامة جيم بصت له قالت له يا ابني. جيم مسكت ايد ابنها وقالت له احنا دلوقتي ما قدمناش حل غير ان احنا نرجع لان ونحاول نتصرف في الجثه ديت او نسلمها للبوليس او نعمل اي حاجه، ولكن ده مصدر اكل عيش لينا، هل لو سبناها هنروح فين؟ فالمهم اول ما هيروحوا هيلاقوا الورقه اللي كانت في ايد مين؟ اللي كانت الكابتن كان بيقراها، اللي هو بيقول اخرك الساعه كام؟ 10. بس هم اول ما راحوا وفتشوا في غرفه الكابتن هيلاقوا الصندوق الكبير الخشبي اللي كان داخل الكابتن بيمشي. احنا اول قلنا اول ما دخل كان معاه صندوق خشبي كده، والصندوق الخشبي دوت كان فيه حاجات محدش عارف هي ايه. فالمهم هيفتشوا في الصندوق الخشبي هيلاقوا ان هم فيه شويه كلوز، هدوم كده لمين؟ بتاعه الكابتن. بالاضافه لكده هيلاقوا فيه شويه كوينز عملات. اول ما ماما جيم هتلاقي الكوينز هتاخدها وتقول انا ما كنتش باخد منه فلوس اثناء اقامته عندي في الان، فبالتالي الكوينز دي كلها حقي وبتاعتي وانا هاخدها. لقوا جنز مسدسات كمان معاه، ولقوا شويه بيبر كده شويه ورق. طب كل واحد اخد حاجه، جيم هياخد، ماما جيم هتاخد الكوينز، جيم بقى هياخد، لا اخدش الجن، امال اخد ايه يا حبايبي؟ اخد الورق. حس ان الورق ليه اهميه كبيره جدا، فقال لك انا اخد الورق دوت احسن واخليه معايا. بس لما رجعوا قرأوا الورقه اللي مكتوب فيها ان انت اخرك الساعه 10، لقوا ان مفيش معاهم وقت، وان خلاص الوقت بيقرب والساعه داخله على 10. فجيم ومامته الاتنين هيبصوا لبعض ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ده شكل حد كده هيجي يعمل حاجه كان في الكابتن في الوقت دوت، او هيجي يأذيهم، ولو حد عرف ان الكابتن مات ممكن يتصرفوا معاهم تصرف وحش. طب احنا نعمل ايه؟ ماما جيم هتمسك جيم وهتقول له يلا بينا نطلع نجري من الان بسرعه لان الساعه داخله على 10. وبالفعل جيم هياخد البيبر معاه اللي لقاه في الصندوق، ماما جيم هتاخد الكوينز وهيطلعوا يجروا. وهم بيجروا اذ يفاجئوا، المفاجأة يا جماعة تكون ان هم سمعوا صوت حد بيجري وراهم، في صوت رجل وراهم. فلما يا جماعة طلعوا يجروا لقى انه في ناس عمالة بتلاحقهم. نزلوا بسرعة تحت كوبري يحاولوا يستخبوا عليه وتحتيه، ولكنهم اكتشفوا برضو ان ايه، ان في لسه الرجل او في ناس بتجري وراهم. فماما جيم حاولت تقول له انت اجري يا ابني وخد الحاجة
كلها واجري وسيبني انا ست كبيرة عجوزة يعني، سيبني لاني مش هقدر اجري اكتر من كده، فانت خد بعضك انت واهرب بحياتك وانا هفضل هنا ويلاقوني بقى وزي ما يحصل يحصل. طبعا جيم مش هيسيب مامته، مسك ايديها وقال لها مش هقدر اسيبك وان احنا هنجري وهنهرب منهم ودلوقتي حالا. تعالى نقرا الجزئيه دي مع بعض. فاللي هيحصل اهو بيقول لك ايه، هيعملوا ايه في الميتين اللي هنا وعايزين يشيلوا الجثث اللي هنا بقى، يشيلوا الميتين اللي هنا. فاللي حصل ايه، ان هم قلنا هيروحوا لنيرست فيليج لايه، اقرب قريه ليهم، تو اسك فور هيلب، عشان يسالوا على ايه، عشان يسالوا على مساعد، اي حد يجي يساعدهم، اي حد يجي يحرس لهم الان دي عشان ما يتعرضوش لايه، لاي خطر. فالمهم محدش وافق ساعتها لان كله كان افريد، كله خايف ايه اللي ممكن يحصل، شخص غريب كده مش عارفين اهله هيجي يتهموهم بايه. فاللي حصل ان اهو جيم ومامته رجعوا للان بتاعتهم ولقوا الكي بتاع البوكس اللي هو مفتاح البوكس. طب هم يفتحوه بايه، لقوا المفتاح بتاع البوكس وفتحوه ولقوا الحاجات دي كلها ايه فيه، تمام كده، ولقوا الرساله اللي مكتوب فيها يو هاف تايم انتل 10 اوكلوك، انت معاك وقت لغايه الساعه 10 فقط. طب هم كده في خاطر، فنعمل ايه، نفعل وضعيه اجري يا مجدي. فطبعا خدوا بعضهم وجروا، جيم اخد الورق ومامته اخدت الكوينز. طب وبعد كده راحوا فين، قلنا جروا ناحيه الفيليج، ولما جروا ناحيه القرية يا جماعة سمعوا صوت بيب والناس بتجري وراهم. طب هم راحوا فين بعد كده، راحوا استخبوا اندر بريدج عشان خاطر يستخبوا. وقلت لك ان ماما جيم هتقول له خد بعضك انت واجري، ولكن ابنها رفض وقال لها ان انا وانتي هنهرب مع بعض وانا وانتي هنكون كويسين. هنعرف بقى، نتوقف هنا الشابتر وهنعرف في الشابتر الجاي هل فعلا هيمسكوهم ولا هيعرفوا يجروا منهم وبنجاح، وهل يا ترى حتى لو نجحوا في الهروب هيفضلوا هربانين طول حياتهم ولا هيرجعوا للان بتاعتهم تاني. ده اللي هنعرفه في الشابتر الجاي، واتمنى تكون اول شابتر عجبك وما يكونش صعب ولا حاجه. وما تنساش بقى تعملي اللايك، تعمل شير مع صحابك، ولو مكنتش عامل سبسكرايب تعمل اشتراك في القناه وتكتب لي كومنت تحت. وبالتوفيق ليكوا جميعا يا جماعه يا رب، وباي باي.